بسم الله نبدأ إعراب الأفعال. طبعا الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب، يضرب، اضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، يعني على شرح الأجرومية هم أخذوا برأي الآخر، وهو أن الفعل الماضي مفتوح دائما. يعني مثلا لو قلنا كتب، مثلا كتب فهو فعل ماضي مبني على الفتح. طب لو قلت كتبوا، كتبوا مثلا، فهو هنا في هذه الحالة مبني على الفتح المقدر، والذي منع من ظهور ماذا؟ الضمة التي هي قبل واو الجماعة إلى آخره. ولكن هو يعني إذا لو هو دائما عنده في هذا الرأي أن الفعل الماضي مفتوح دائما، يعني أن الفعل الماضي مفتوح دائما، ولو تحركت هذه الفتحة إلى حركة أخرى فهو مبني على الفتح المقدر كتبه. ولكن طبعا نحن نأخذ برأي الجمهور والرأي الراجح أن الفعل الماضي قلنا أنه ماذا؟ مبني دائما إلى يوم القيامة، مبني طبعا دائما، ولكن هو ممكن يبنى على الفتح، وممكن يبنى على السكون، وممكن يبنى على الضم، يبنى على الضم ويبنى على السكون. طيب متى يبنى الفعل الماضي على الفتح؟ إذا لم يتصل به شيء، يعني نقول مثلا أكلا، نقول فعل ماضي مبني على الفتح لأنه لم يتصل به شيء، أكلا. طيب أو اتصلت به ألف الاثنين، يعني نقول مثلا كتب الطالبان كتب الدرس، اتصلت به ألف الاثنين فهو مبني على الفتح. طيب أو اتصلت به تاء التأنيث، نقول مثلا أكلت فاطمة الطعام، أكلت، إذن هنا مبني على الفتح. إذن الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، أو اتصلت به ألف الاثنين، أو اتصلت به تاء التأنيث، إذن يبنى على الفتح في ثلاث حالات. طيب متى يبنى على الضم؟ في حالة واحدة، إذا اتصلت به واو الجماعة، يعني أقول مثلا أكلوا كتبوا كتبوا، هكذا إذا يبنى على الضم. طيب متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ يبنى على السكون إذا اتصل به مثلا، اتصل به مثلا التاء المتحركة، تاء الفاعل، يعني التاء المتحركة. أقول مثلا كتبت الواجب، كتب، انظروا الباء هنا ساكنة، كتبت الواجب إلى آخره، إذن هنا تاء ماذا؟ اتصل به تاء الفاعل أو التاء المتحركة عموما، أو اتصلت به نا الفاعلين مثلا. أقول مثلا أكلنا الطعام، أكلنا الطعام، إذن هنا مبني على ماذا؟ مبني على السكون. طيب وهنا أيضا لا ننسى أن الفعل الماضي يبنى على الفتحة أيضا كذلك لو اتصلت به كاف، هذه الكاف، يعني مثلا ضربك، أو اتصلت به الضمير، ضمير الهاء، ضربه. طيب سأسهل عليكم الأمر، الفعل الماضي لو أنا مثلا أريد أن أعرف مبني على ماذا، ننظر إلى نهاية الفعل، إلى نهاية آخر حرف من حروف الفعل الأصلي وننظر إلى حركته. يعني مثلا أنا قلت أكلوا، طبعا الفعل الأصلي هو أكل، انظروا أكل، انظروا نهاية الحرف الأصلي فيه ضمة، إذا هو مبني على الضم، كتب ضم مبني على الضم. طيب انظروا مثلا أكل فتحة مبني على الفتح، مثلا أكتب اتصل بألف الاثنين مبني على الفتح، الباء مبني على الفتح، كذلك أكلت مبني على الفتح، ضربك باء مبني على الفتح، ضربه مبني على الفتح، هنا مثلا كتبت مبني على السكون لأن نهايتي ساكن،
أكلنا ساكن مبني على السكون. إذن الخلاصة خلاص أن الفعل الماضي عند في 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 شرح متن الأجرومية فهم أخذوا يعني هناك رأيان، رأي يقول بأنه مفتوح الآخر أبدا، يعني هو دائما مبني على الفتح. طيب فإن كان مثلا متصل به فهو مبني على الفتح في هذه الحالة، لو مبني لو آخره ضم إذا مبني على الفتح ماذا؟ المقدر. أو سكون إذا مبني على الفتح المقدر، مفتوح أبدا دائما إلى يوم القيامة مفتوح. ولكن الرأي الأشهر والرأي الآخر هو رأي الجمهور لا، أنه يبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون. فإن كان في نهايته مفتوح فهو مبني على الفتح، وإن كان مضموم مبني على الضم، وإن كان ساكنا فهو مبني على السكون. وهذه هي خلاصة فعل الأمر. طيب بعد ذلك ننتقل إلى الفعل الأمر. يقول والأمر مجزوم أبدا، والأمر مجزوم أبدا، يعني عندما يقول مثلا أكتب فكأننا نقول بالضبط لتكتب، فكعنده أن فعل الأمر مجزوم كأنه مجزوم بلام الأمر أو مثل لام الأمر بالضبط، فهو عنده فعل الأمر معرب فهو مجزوم مثل الفعل المضارع في حالة دخل عليه حرف جزم. ولكن وهذا رأي طبعا الكوفيين، ولكن الرأي الراجح هو الرأي الآخر وهو عليه الجمهور النحاة، وهو أن الفعل الأمر مبني، أن فعل الأمر ماذا؟ مبني. إذن هنا فعل الأمر، فعل الأمر طبعا مبني، مبني دائما، وهذا هو الرأي الراجح وعليه جمهور النحاة. طيب له أربع حالات، ممكن يبنى على السكون ويبنى على الفتح وأيضا يبنى على حذف حرف العلة وحذف النون. طيب متى يبنى على السكون؟ الأمر سهل، يبنى على السكون إذا لم يتصل به شيء، أقول أكتب فهو مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون. أقول مثلا أكتب إذا لم يتصل به شيء، أكتب هكذا. طيب أو اتصلت به نون النسوة، أقول مثلا يا طالبات أكتبنا الدرس، انظروا أكتبنا الدرس، هذه النون تسمى نون النسوة، اتصل به نون النسوة إذا أقول أكتبنا، إذا هو مبني على ماذا؟ مبني على السكون. طيب متى يبنى على الفتح في حالة واحدة؟ إذا اتصل به نون التوكيد، أقول مثلا أريد أن أؤكد الكلام، يعني لابد أن تكتب هذا، أقول أكتبنا، نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، أو أكتبنا، أو أكتبنا بالنون الساكنة، أنا أقول تكتبن أو أكتبن أو أكتبن بالسكون هكذا بهذه الحالة. طيب أقول أكتبن، معذرة أكتبن وليس أكتبن، أكتبن هكذا، قل أكتبن هكذا بهذه الطريقة. إذا في هذه الحالة نلاحظ اتصلت به نون التوكيد الثقيلة يعني المشددة تسمى بالثقيلة، ونون التوكيد الساكنة وتسمى بالخفيفة، أنا هذه النون نسميها ثقيلة وهذه خفيفة. طيب المشددة ثقيلة والتي الساكنة تسمى النون التوكيد الخفيفة. المهم إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، نقول أكتبن أو أكتبن، طبعا هنا نقول أكتبنا بالسكون لأن هذه النون تسمى نون النسوة. لو أنا أخاطب مثال أكتبنا أو أنا أريد أن أؤكد الكلام أقول أكتبنا. طيب متى يبنى على حذف حرف العلة؟ طبعا إذا كان معتل الآخر، معتل ماذا؟ الآخر. انظروا مثلا فعل المضارع يدعو، انظروا معتل الآخر، طبعا عند الفعل الأمر نقول ماذا؟ أدعو، انظروا حذفت ماذا؟ حذفت
الواو. إذن هنا نقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. انظروا مثلا يقضي، هذه بالياء، نقول ماذا بفعل الأمر؟ اقضي، حذفت الياء بكسر الضاد طبعا، اقضي بالحق مثلا. إذن هنا مبني على حذف حرف العلة. انظروا حذفت هنا الواو، حذفت هنا الياء. أو مثلا يسعى، نقول ماذا؟ اسعى، طبعا هنا مبني على حذف ماذا؟ حرف العلة. إذن هنا يبنى على حذف حرف العلة، هنا يبنى إذا كان معتل ماذا؟ معتل الآخر. لاحظ حذفت هنا الألف ومفتوح ما قبلها، وحذفت الياء مكسور ما قبلها، وحذفت الواو ومضموم ما قبلها. ادعو، اقضي، اسعى. إذن هنا في هذه الحالة سكون مبني فعل أمر مبني على السكون، فتح فعل أمر مبني على الفتح، هنا حذف حرف علة فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طيب هنا متى تحذف النون؟ لو تتذكرون الأفعال الخمسة، هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين وواو الجماعة، ياء المخاطبة المؤنثة، وهذه الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون. كذلك نفس الأمر، الفعل الأمر يعني فعل الأمر لو اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المخاطبة المؤنثة، هنا يبنى على حذف حرف ماذا؟ يبنى على حذف النون. لذلك يقولون أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع، بمعنى يعني المضارع لو كان صحيح الآخر يجزم بالسكون، كذلك فعل الأمر نزول يجزم بالسكون، يبنى على السكون. طيب الفعل المضارع يلزم بحذف حرف العلة، لا، فعل الأمر هنا يبنى على حذف حرف العلة. طيب هنا الفعل المضارع يجزم إذا كان الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، كذلك فعل الأمر يبنى على حذف النون. إذا هنا متى يبنى فعل الأمر على حذف النون؟ إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة المؤنثة. أقول مثلا يا طالبا، مثلا اكتبا، طبعا اكتبا الدرس، الأصل طبعا اكتبا اكتبان، ولكن حذفت ماذا؟ النون، نقول اكتبا، إذا مبني على حذف ماذا؟ النون. أو واو الجماعة اكتبوا، إذا الأصل اكتبون، حذفت ماذا؟ النون، إذا هو مبني على حذف النون. أو ياء المخاطبة المؤنثة اكتبي، إذا هنا أقص طبعا اكتبين، لأن فعل المضارع ماذا؟ تكتبان ويكتبون وتكتبين، إذا هنا حذفت النون، نقول ماذا؟ اكتبي. طيب إذا هنا نلاحظ يبنى الفعل الأمر على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو الجماعة ياء المخاطبة المؤنثة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمع قولك آنيت، يعني يقول أن الفعل المضارع يبدأ بحرف من أحرف آنيت، يعني أقول مثلا أنا، مثلا أنا أكتب، مثلا الألف، قل أكتب، انظروا يبدأ بالألف، أكتب، أو نكتب، أو يكتب، أو تكتب. إذن الفعل المضارع يبدأ بحرف من حروف كلمة آنيت، أكتب، نكتب، يكتب، تكتب. أو إذن هنا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد، لأن هذه عين في الوزن، نقول مثلا أكتب على وزن أفعل، إذن من الزوائد. إذن هنا التي يجمعه قولك آنيت، وهو مرفوع أبدا، يعني مرفوع ولكن بشرط، أو يظل
الفعل المضارع يظل الفعل المضارع مرفوعا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. لو دخل الناصب فهو منصوب، جازم فهو ماذا؟ مجزوم. طيب هنا إذا الفعل المضارع، الفعل المضارع مرفوع، ولكن متى الفعل المضارع مرفوع؟ إذا هنا رفع المضارع. متى يكون المضارع مرفوع؟ إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم، يعني لا يوجد بها أداة نصب ولا يوجد بها أداة جزم. طيب والفعل المضارع يرفع بالضم، متى يرفع بالضمة؟ الفعل المضارع متى يرفع بالضمة؟ متى يرفع بالضمة؟ إذا لم يتصل بالشيء، إذا كان صحيح الآخر أو يعني لم يتصل بالشيء. يعني أقول مثلا يك يكتب، إذا هنا فعل المضارع مرفوع على مطرفي الضمة الظاهرة. أو يخشى، يخشى، إذا هنا مبني على الضمة المقدرة. لماذا؟ لأنه معتل الآخر بالألف، إذا هنا يبنى على الضم إذا لم يتصل بشيء. عفوا، يرفع بالضمة إذا لم يتصل بشيء. إذا فعل كل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب ممكن يرفع فعل مضارع يرفع بثبوت النون، بثبوت النون، ولكن متى يرفع بثبوت النون؟ إذا كان من الأفعال الخمسة، وقلنا أن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين وهو الجماعة يا المخاطبة المؤنثة. أقول مثلا يكتبون، تكتبون، تكتبين. انظروا اتصل الفعل المضارع اتصل به وهو الجماعة ألف الاثنين، تكتبان أو تكتبين يا المخاطبة المؤنثة. إذا هنا يرفع بثبوت النون، يعني يرفع بثبوت ماذا؟ أن. طيب إذن هنا نلاحظ هنا فالماضي، كنا فالماضي انتهينا الماضي إلى آخره توقفنا هنا. نعم، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، والنواصب عشرة، وهي ماذا؟ أن ولن وإذا وكي ولام وطبعا ولكي، يعني لام كي يعني ولكي، ولام الجحود وحتى والفاء إلى آخره. انظروا خلاصة هذا الأمر، نلخص أو نواصب الفعل المضارع هنا. انظروا مثلا أن وهي مصدرية، طبعا انظروا تنصب الفعل المضارع بدون شروط، يعني تنصب الفعل دخلت على الفعل المضارع تنصب الفعل المضارع بدون شروط. يعني مثلا عليك أن تذاكر، إذا تذاكر هنا فعل مضارع، تذاكر هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب لن هنا كذلك حرف نفي، نفي، نفي المستقبل، نفي الاستقبال، طبعا يفيد، طبعا يفيد يعني ان ينفي الفعل المضارع في المستقبل. المجتهد لن يخيب، يعني لن يخيب في المستقبل. اذا هنا فعل مضارع منصوب على نصب الفتح، طبعا هنا منصوب بلن. كي ولكي، يعني كي او لكي، طبعا تنصبان الفعل المضارع، طبعا هما للتعليل، طبعا يفيدان التعليل. نقول جئت كي اجلس معك او لكي اجلس معك. طيب حتى بمعنى الغاية تفيد إلى أن، إذن هنا الفعل المضارع بعدها يدل على زمن المستقبل، يعني صم إلى أن تغرب الشمس، هذا هو المعنى، صم حتى تغرب الشمس، أو أذاكر حتى أنجح، يعني إلى أن أنجح في المستقبل. يعني إذن هنا طبعا حتى تنصب الفعل المضارع. طيب هنا لام التعليل تفيد التعليل، طبعا تنصب الفعل المضارع بدون شروط، يعني إذا دلت على التعليل. إذن هنا، إذن هنا ذاكر لتنجح، طبعا المذاكرة سبب للنجاح أو علة للنجاح، لذلك نسميها من التعليل، لأن هنا علة إذا تدل على التعليل أو السبب، يعني إن هنا ذاكر لتنجح، لأن المذاكرة سبب والنجاح نتيجة. إذن هنا نذاكر ما قبلها سبب لما بعده، إذن هنا هذا سبب وهذا مسبب. المهم
هنا المذاكرة سبب للنجاح، فهنا علة تفيد التعليل. لذلك هنا لتنجح، إذا الفعل المضارع هنا منصوب بنعم التعليل، وهذا على رأي الكوفيين طبعا في شرح متن الأجرومية أو الأجرومية، أن لام التعليل أو حروف النص تنصب بنفسها وليست بأن المضمرة، ولكن هذا ليس موضوعنا اليومي. طب لام الجحود هي تفيد الإنكار الشديد، تكون مسبوقة بما كان أو لم يكن. لذلك لو سأل كيف نفرق، لو سأل سائل كيف نفرق بين لام التعليل ولام الجحود، لام الجحود تسبق بما كان أو لم يكن، يعني بكون منفي. انظروا لم يكن الجهل ينفع، إذا هذه اللام ليست لام التعليل بل هي لام الجحود، إذا الفعل المضارع منصوب بلام الجحود. أو وما كان الله ليعذبه، نفس الأمر. فاء السببية وهي تنصب الفعل المضارع ولكن لها شروط، هي طبعا تسمى سببية لأن ما قبلها سبب لما بعدها، مثل تقريبا تشبه لام التعليل، ولكن لها شروط، لابد أن يسبقها طلب أو نفي لكي تنصب الفعل المضارع. يعني انظر مثلا ما أهملت فأخاف، إذن هنا نلاحظ هذه الفاء فاء السببية وسبقت بنفي ما، إذا الفعل المضارع هنا منصوب. أو يسبقها طلب، الطلب مثل ماذا؟ مثل فعل الأمر، يسبقها فعل أمر، يسبقها تمني، يسبقها نهي، يسبقها رجاء، يسبقها ترجي، يسبقها تحضيض، هذا كل هذا يدل على الأمر، وسنأخذه بعد قليل. يعني نفس الأمر هو المعنى، نفس بالضبط فاء السببية، ولكن هي بمعنى معه أن يسبقها نفس الأمر طلب أو نفي. أهو لم آمر بشيء وأخالفه، إذن واو المعية، وهو الفعل المضارع طبعا منصوب بواو المعية. طيب إذن طبعا أيضا تدل على الاستقبال وتنصب الفعل المضارع، ولكن لكي تنصب الفعل المضارع أن تكون مصدرة، يعني في بداية الجملة، لها ثلاث شروط. أولا في بداية الجملة لم يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، يعني لا يوجد بينها وبين الفعل فاصل، الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تدل على الاستقبال. انظروا مثلا إذا أكرمك، هذا جواب لمن قال لك شخص مثلا سآتيك غدا، فأنت تقول له إذا أكرمك. انظروا الفعل المضارع منصوب، لماذا اكتملت الشروط؟ أولا مصدرة يعني في بداية الجملة، نعم اكتمل الشرط. الشرط الثاني لم يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، يعني يوجد فاصل بين إذا والفعل، تدل على استقبال. هو قال لك سيأتيك غدا، إذا أنت ستكرمه إن شاء الله، إذا أكرمك. طيب بخلاف طبعا هناك يعني أقوال مثلا، نلاحظ ملاحظة، لو فصل بين إذا أكرمك، يعني بين إذا وفعل المضارع بالقسم مثلا أو بالنداء، لا مشكلة في هذا، يظل الفعل منصوب. أما لو فاصل آخر لا، طبعا الفعل يكون مرفوع. يعني مثلا لو انت قلت اذا انا، انظروا فصل اهو بفاصل غير القسم والنداء او لا النهيه، اذا هنا يرفع الفعل المضارع، اقول اكرمك، لماذا؟ فقدت شرط. او لو انا قلت مثلا انا اذا اكرمك، يرفع الفعل المضارع، لماذا؟ فقد شرط انها لم تكن مصدره، سبقت بكلام. طيب إذا هنا هذه نواصب الفعل المضارع، نواصب ماذا؟ الفعل المضارع. طيب وهنا سريعا نأخذ علامات نصب الفعل المضارع، يعني الفعل المضارع، المضارع قلنا المضارع، الفعل المضارع ينصب بالفتحة طبعا، وينصب بحذف ماذا؟ بحذف النون. ينصب بالفتحة إذا لم يتصل به شيء، إذا قلنا لن يكتب، انظروا منصوب بالفتحة صحيح الآخر لما اتصل بشيء. أما ينصب بحذف النون إذا كان من أفعال الخمسة اتصل بألف الاثنين وهو الجماعة يا المخاطبة المؤنث، يعني أقول مثلا لن يكتبوا أو لن يكتبا أو لن تكتبي. انظروا لم أكل تكتبون، لم أكل تكتبان، لا حذفت النون، حذفت النون، حذفت النون. إذن هنا الفعل المضارع ينصب بالفتحة وينصب بماذا؟ بحذف النون. ولا ننسى لو أنا قلت لن يسعى، هنا منصوب بالفتحة المقدرة، لا ننسى هذا لأن الفعل معتل الآخر، هنا بالفتحة الظاهرة. طيب
إذن هنا أخذنا نواصب الفعل المضارع، وقلنا طبعا أن ولن وإذن وكي ولام كي يعني لكي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو، يعني يقصد بفاء السببية أو واو المعية. طيب قلنا أن فاء السببية وواو المعية، طبعا أن فاء السببية وكنا سببية لأنها تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها، وهي من أدوات نصب الفعل المضارع. وواو المعية تفيد حصول ما قبلها مع ما بعد، لذلك سميت وواو المعية. طيب شروط النصب بفاء السببية وواو المعية لهما شروط لكي ننصبها. طبعا هناك رأيان، أن هناك يعني فاء السببية وواو المعية وأن عفوا وحتى إلى آخره، يعني أنها تنصب الفعل المضارع بأن المضمرة، يعني بأن المضمرة وجوبا ولام التعليل بأن المضمرة جوازا. ولكن هنا في شرح الأجرمية هو أخذ بالرأي الآخر، وهو رأي الكوفيين، أن نواصب الفعل المضارع هي تنصب الفعل المضارع بنفسها، وهذا الرأي هو الأسهل. يعني المهم إذن هنا مثلا نلاحظ لكي ينصب الفعل المضارع بفاء السببية أو واو المعية، أو كيف نعرف أن هذه فاء السببية أو واو المعية التي تنصب الفعل المضارع لابد أن تكون مسبوقتين بما يدل على الطلب، يعني طلب أو ماذا أو نفي. ما هو الطلب؟ الطلب يعني أن يكون قبلها فعل أمر، نهي، استفهام، تمني، رجاء، دعاء، تحضيض، عرض. انظروا مثلا اجتهد في دراستك فتنجح، انظروا فتنجح، إذا فعل المضارع منصوب. فعل المضارع ماذا؟ منصوب بماذا؟ بفاء السببية. هنا ذرني وأكرمك منصوب وواو المعية. انظروا سبق ما يدل على الطلب وهو الأمر. طب النهي ولا تتبع الهوى فيضلك، الذر منصوب بفاء السببية سبق ماذا؟ بالنهي. لا تنهى عن خلق وتأتي، أهو إذا منصوب وواو المعية لأنها سبق بالنهي. طيب الاستفهام انظروا فهل، انظروا لنا مش فهل، فيشفع الفعل المضارع منصوب بحذف النون سبق بماذا؟ منصوب طبعا بفاء السببية. او واو المعية ألم سبق باستفهام، لان استفهام يدل على الطلب، ألم أكو جاركم ويكون. التمني يا ليتني، انظروا، او يا ليتنا، اهو يا ليتني كنت معا فافوزا، فافوزا سبق بالفاء السببية. يا ليتنا نرد ولا نكذب سبق بماذا؟ طبعا سبق بواو المعية. ولا نكذب منصوب طبعا بواو المعية وسبق ما يدل على الطلب وهو التمني. الرجاء لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلعا، فأطلعا، إذا أطلع فعل مضارع منصوب بماذا؟ بفاء السببية لأنها سبق ما يدل على الطلب. لعلي أجتهد وأتفوق نفس الأمر واو المعية. الدعاء سبقت بالدعاء يدل على الطلب أيضا، ربنا اغفر فنفوز، ربنا اغفر لنا دعاء فنفوز، أو ربنا اغفر لنا ونفوز، هنا فاء السببية هنا واو المعية. التحضيض، التحضيض هو طلب مع توكيد وحث. طب كيف نعرف أن هذا التحضيض؟ هل ولولا، هل أسلمت فتدخل الجنة سبقت بالتحضيض فاء السببية، هل أسلمت وتدخل الجنة هكذا. طب هنا العرض وهو الطلب برفق ولي، نعرض عليك شيء برفق ولي، أدته ألا، ألا تزورنا مثلا، ألا تزورنا فنكرمك، إذن هنا فنكرمك طبعا هنا فعل مضارع ماذا؟ منصوب بفاء السببية هنا، ونكرمك طبعا فعل مضارع منصوب بماذا؟ منصوب طبعا بواو المعية. إذن الخلاصة أن فاء السببية وواو المعية تنصبان الفعل المضارع، ولكن لابد أن يسبق بما يدل على الطلب أو النفي. النفي سهل مفهوم، يعني أهلا يقضى نفي عليهم فيموتوا فاء السببية. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، لما نفي هنا ويعلم فاء ماذا؟ واو المعية. طبعا هذا الشرح من كتاب كيف تتقن النحو، يعني لكي نسهل على أنفسنا سريعا.
طيب بعد ذلك ننتقل إلى الجوازم، والجوازم 18. ثمانية، انظروا مثلا لم ولم وألم وألم ولم الأمر والدعاء والنهي ودعاء إلى آخره. إذن هذه تنصب فعلا واحدة، لم ولم وألم إلى آخره ولا النهي، تنصب فعلا واحدا. باقي الأدوات وهي إن وما ومن ومهما إلى آخره تنصب ماذا؟ تنصب فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. ولكن أولا نأخذ جوازم الفعل المضارع سريعا، أو علامات جزم الفعل المضارع. علامات جزم الفعل المضارع، طبعا الفعل المضارع يجزم بالسكون، يجزم بماذا؟ بالسكون، ولكن متى؟ إذا كان صحيح الآخر، صحيح الآخر لم يتصل به شيء. مثلا لم يكتب، فعل مضارع صحيح الآخر، صحيح الآخر يعني ليس معتل الآخر، لم يتصل بشيء، يعني لم يتصل به ضمير من الضمائر، واو الجماعة، ألف الاثنية المخاطب إلى آخره. طيب ممكن يبنى يجزم بحذف حرف العلة، يعني يكون مجزوم بحذف حرف العلة، ولكن متى؟ إذا كان معتل الآخر، يعني مثلا يدعو، يدعو. انظروا لو أنا جزمت هذا الفعل نقول ماذا؟ انظروا لم يدعو، إذن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة. نفس الأمر يمشي، لو أنا جزمت هذا فعل مضارع أقول ماذا؟ لم يمشي بالكسرة، طبعا مجزوم بحذف ماذا؟ حرف العلة. طيب يخشى بالألف عند الجزم نقول لم يخشى بحذف ماذا؟ بحذف حرف العلة. إذن هنا يجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. طيب يجزم بحذف النون، ولكن متى؟ لو كان من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة، ياء المخاطبة المؤنثة أو ألف الاثنين، يعني أقول مثلا هنا مثلا يكتبان، هنا فعل مضارع طبعا، إذا انظروا يكتبان لو أنا أدخلت عليه الجزم نقول ماذا؟ لم يكتبا، حذفت ماذا؟ مجزوم بحذف النون. طيب يكتبون نقول ماذا؟ لم يكتبوا، مجزوم بحذف ماذا؟ بحذف النون. طيب تكتبين، لو هنا تكتبين لو انا قلت جزمت هذا الفعل اقول ماذا؟ لم تكتبي، انظروا مجزوم بحذف ماذا؟ النون. اذا يجزم بحذف النون اذا كان من الافعال الخمسه. طيب طيب هنا جوازم الفعل المضارع، هناك جوازم تجزم فعلا واحدا فقط وهي لم، يعني نقول مثلا لم يأكل، هنا طبعا مجزوم بماذا؟ فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، أو لما، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أو لما، أهو لما يعلم،
إذن مجزوم بلم، أو ألم، أو ألم. فالله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح. طبعا لنا أن هذه الهمزة تسمى همزة استفهام تدخل على لم، ألم نشرح لك صدرك. إذن هنا ولا إن، ولا إن هي لا أن هي. أقول مثلا لا، مثلا لا تكتب، أو سواء دلت على النهي أو دلت على الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا، هنا دعاء لأن الطلب من الأدنى إلى الأعلى، أو دلت على دعاء. إذن هذه الأدوات تجزم فعلا واحدا، تجزم فعلا واحدا، لم ولم وألم ولا إن هي، أو سواء كانت نهي أو للدعاء تجزم فعلا واحدا. يعني تجزم، يعني لم هنا جزمت هذا الفعل فقط، ألم جزمت هذا الفعل فقط، لم أو ألم جزمت هذا الفعل فقط، لأن هي تجزم هذا الفعل فقط. طيب هنا إذا سأل سائل كيف نفرق بين لا النافية ولا النهية؟ طبعا هنا مثلا لا أن ناهية والنافية. هنا لا النافية تدل على طلب، تدل على ماذا؟ طلب. أما لا النافية تدل على إخبار، خبر، إخبار، تدل على ماذا؟ على إخبار. لا الناهية تجزم الفعل المضارع، تجزم المضارع. هنا لا، الفعل المضارع مرفوع، فعل المضارع ماذا؟ في النافية مرفوع. يعني مثلا نأخذ مثال، لو أنا قلت مثلا لا تكتب، أو لا تكتب الدرس، إذن هنا نلاحظ أنها دلت على طلب، أطلب منه أن لا يفعل هذا الأمر. أما هنا بخلاف، أنا قلت مثلا محمد لا يكتب الدرس، أنا لم أنهيه عن كتابة الدرس، ولكن أنا أخبر عنه أنه لا يكتب الدرس، أنا أخبر عنه هذا الأمر. إذن هنا هذه لا تسمى ماذا؟ لا نافية، يعني هي تنفي فقط، أنا أخبرت عنه أنه لم يفعل هذا، أو نفيت عنه هذا الأمر. أما هنا أنا أمرته بهذا الأمر، طيب انظروا هنا من كتاب كيف تتقن النحو، الفرق بين لا الناهية ولا النافية. طيب لا الناهية تدخل على الفعل المضارع فقط، يعني لا الناهية لا تدخل إلا على الفعل المضارع، فماذا تفعل فيه؟ تجزم. طب ماذا تفيد؟ تفيد النهي، وهو طلب الامتناع عن فعل الشيء. يعني مثلا قلت لا تنظر إلى ما حرم الله، أنا هنا أطلب منه الامتناع عن النظر إلى ما حرم الله، هذا طلب. إذن لذلك الفعل المضارع انظروا مجزوم بلا النهي، إذن هنا هذا طلب يفيد نهي النظر إلى ما حرم الله. إذن هنا إلى ذلك نقول لا حرف نهي وجزم مبني على السكون طبعا. وهنا تنتظر، عفوا تنظر فعل مضارع مجزوم، علامته طبعا مجزوم بلا النهي وعلامة جزمه السكون. أما هنا لين النافية تدخل على الاسم، هناك طبعا لين النافية للجنس ولين النافية للوحدة إلى آخره، تدخل على الاسم وتدخل على الفعل، وإذا دخلت على الفعل المضارع لا تجزم الفعل المضارع، يعني لا تؤثر في إعراب، يظل الفعل المضارع مرفوعا. يعني أنا أقول مثلا أنت لا تنظر إلى ما حرم الله، إذن هنا فعل مضارع مرفوع، وهذه لا تسمى لا نافية، أنا فقط أخبرت عنه بالنفي، إذن هذا خبر يفيد بأنك لا تنظر إلى ما حرم الله، إذن هنا أنا أطلب منه ألا ينظر إلى ما حرم الله. أما هنا أنا أخبر أنه لا ينظر إلى ما حرم الله، لذلك نقول هنا لا حرف نفي لا عمل له، مبني على الفتح، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. وتنظر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم، هذا هو الفرق بين لا النافية ولا النهية. طيب وقلنا أن الفعل المضارع طبعا أخذنا أدوات التي تجزم فعلا واحدا وأدوات تجزم فعلين،
طبعا ويتسمى ادوات تجزم فعلين، ونسميها ادوات الشرط لانها تجزم فعليات فعل الاول جواب فعل الشرط، والفعل الثاني يسمى جواب الشرط. لذلك اذا هذه الادوات اذا وقع الفعل بعد اداه من الادوات التي تجزم فعلين يسمى الفعل المجزوم الاول فعل الشرط، والفعل المجزوم الثاني جواب الشرط. انظروا مثلا انا قلت ان تذاكر تنجح، اذا هنا ان حرف شرط، انا اشرط هنا ان تذاكر هذا فعل الشرط، هذا شرط. ما النتيجه؟ الجواب. ماذا يحدث؟ تنجح. اذا الفعل الاول يسمى فعل الشرط، الثاني يسمى جواب الشرط، والاعراب نقول فعل الشرط مجزوم وعلامه جزمه السكون. هذا جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم على جزمه السكون. اذا هنا هذا فعل شرط، هنا جواب شرط. اذا هذا نسميه اسلوب شرط، وهذه الادوات تجزم فعلين. انظروا ملخص هذه الادوات. اولا ان من ادوات الشرط ان، وهي طبعا حرف شرط. انظروا مثلا ان تفعل الخير تنال رضا الله. انظروا هنا ان اداه شرط، يعني ان اداه شرط، اداه شرط. طيب تفعل نقول فعل الشرط، فعل الشرط، تنل جواب الشرط. يعني ان تفعل انا شرط شيء، ما النتيجه؟ جواب الشرط، تنل رضا الله. طب اذا سال سائل الفعل المضارع هنا مجزوم بالسكون، لماذا؟ الكسر، نقول تفعل الخير. لماذا؟ لان الف الوسط تحذف في وسط الكلام. انظروا تفعل الخير، التقى ساكنان، لو انا وضعت سكون هنا، وضعت السكون هنا، ماذا سيحدث؟ ستلتقي اللام الساكنة مع اللام الأولى مع اللام الثانية الخير، تفعل الخير، لذلك تحرك بالكسر حتى لا يلتقي ساكنان. إذن في الإعراب نقول فعل الشرط فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، المحرك بالكسر أو السكون، المقدر حتى لا يلتقي ماذا؟ ساكنان، أو حرك بالكسر حتى لا يلتقي ساكنان. طيب إذا ما، أيضا مثل أن بالضبط، هي حرف شرط. إذا ما تقم أقم معك، إذا ما تقم ماذا؟ أقم معك. طيب هنا فعل الشرط جواب الشرط. طب إذا سأل سائل لماذا لم تقل تقوم؟ إذا ما تقوم أقوم معك، لماذا قلت أقم؟ لأن هنا إذا تقم هنا مجزوم، وهنا أيضا مجزوم بالسكون، ستلتقي الميم الساكنة مع الواو، وستلتقي الميم الأخرى الساكنة، إذا سيلتقي ساكنان، إذا يحذف حرف العلة ونقول تقم أقم معك حتى يلتقي ساكنان، لأن في اللغة العربية لا يجتمع ساكنان. طيب من هي اسم وليست حرف شرط، هي اسم شرط طبعا للعاقل. من يتقن عمله يبارك له الله، إذا فعل الشرط مجزوم على جزم السكون، وهنا جواب الشرط أيضا مجزوم بالسكون. ما هي أيضا اسم شرط ولكن لغير عاقل، ما زال العاقل هنا لغير العاقل. ما تفعله من شر تجده، نلاحظ هنا من يتقن من الموجه للعاقل، أما هنا ما تفعله الشيء الذي أنت تفعله هو ليس عاقلا. ما تفعله، تفعله من شر تجده، إذا فعل مضارع طبعا فعل الشرط فعل مضارع مجزوم بالسكون وعلامه جزمه السكون، ونفس الامر هنا جواب الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون. مهما اسم شرط ايضا غير عاقل، مثل ما بالضبط، مهما تامر القلب يفعل، اذ تامر الاصل تامرين، ولكن هنا الفعل المضارع هنا ماذا؟ مجزوم فعل الشرط مجزوم وعلامه جزمه، حذف النون لانه من الافعال الخمسه اتصلت به ماذا؟ يا المخاطبة المؤنثة، وهنا يفعل مجزوم بالسكون طبعا. متى وأيانا للزمان، يعني أقول أيانا تسافر أسافر معك، وممكن متى تسافر أسافر معك. متى وأيانا طبعا اسم شرط للزمان، يعني كأنك تقول بالضبط في أي وقت تسافر أسافر معك، إذا أيانا تسافر أسافر، إذا مجزومان وعلامة جزمهما السكون. طيب أن أين وأين وأين وأينما وأن وحيثما للمكان، يعني ممكن أقول مثلا أين تسافر أسافر معك، أينما تسافر أسافر معك، أن تسافر أسافر معك، حيثما تسافر أسافر معك، لذا يعني في أي مكان تسافر أسافر معك. طيب تذهب أذهب معك، إذا فعل الشرط جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم معناه جزم السكون، فعل مضارع مجزوم معناه جزم السكون. طيب كيفما طبعا للحال،
كيفما تعامل الناس يعني حالك، وأنت تعامل الناس يعاملوك. إذا هنا كيفما تعامل الناس يعامل، الأصل يعاملونك، ولكن حذفت النون. لماذا؟ لأن هنا جواب الشرط مجزوم علامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة اتصل به وهو الجماعة، أي أيضا من الجواز، وهي طبعا تستاذ طبعا أي حرة، هي للعاقل وغير العاقل وللفرط، يعني مثلا منظور هي تجزم أيضا جواب فعل الشرط وجواب الشرط. أي لا ننسى، أي يأتي ملازمة للإضافة، يعني يأتي بعدها اسم، هذا الاسم يعرب مضاف إليه إلى يوم القيامة، مضاف إليه لأنها ملازمة للإضافة. انظروا، أي نجد بعدها مضاف إليه، مضاف إليه، مضاف إليه، مضاف إليه، إلى آخر. المهم، أي طالب يجتهد يتفوق، فعل الشرط جواب الشرط، مجزوم مجزوم. أي سير تسر، أسر معك. طب إذا سأل سائل لماذا لم أكل، لم تكل تسير، أي سير تسير، أسير معك بالياء، لماذا حذفت الياء وقلت تسر أسر؟ أقول له لأنه مجزوم بالسكون، مجزوم بالسكون. الياء ساكنة هنا والياء ساكنة هنا، ستلتقي الراء ساكنة مع الياء، سيلتقي ساكنا، يحصل حرف العلة، وأنا أقول تسر أسر معك. أي بلد تسكن، أسكن فيه، أسكن. أي يوم تخرج، أخرج معك. أي كتاب تقرأه، تستفيد منه. طب إذا سألت لماذا قلت تستفيد وليس تستفيد؟ لأن تستفيد بالياء هنا طبعا مجزوم بالسكون، ستلتقي الياء ساكنة، إذن تحذف ماذا؟ تحذف الياء حتى لا يلتقي ساكنان، فنقول ماذا؟ تستفيد. هذا ملاحظ، هذا طبعا ملخص لماذا طبعا جوازم الفعل المضارع. هذه نسميها أدوات الشرط، أدوات ماذا؟ أدات، يعني نسمي هذا في العرب أدات شرط، طبعا مبنية على حسب حركات، هنا مبنية على السكون، سكون مبنية، يعني أكثرها مبنية على السكون. أما أيانة نهاية الفتح مبنية على الفتح، طبعا هنا مبنية على الفتح لأن هذه الميم، هذه إخوة أينما التي تتصل بأدوات الشرط، ميم نسميها زائدة، بس أين أدات شرط مبنية على الفتح. أي طبعا معربة، تعرب حسب ما تضاف إليه، لكن هذا ليس موضوعنا اليوم. طيب، هذا ملخص طبعا من كتاب كيف تدرس النحو، هذا ملخص لدرسنا اليوم لكل ما درسناه اليوم. هنا ملخص الأفعال، الفعل المضارع، فعل المضارع معرب ومبني، فعل المضارع معرب وماذا؟ ومبني. الفعل المضارع معرب، ما معنى معرب؟ معرب يعني يرفع وينصب ويجزم، هذا نسميه معرب. طب متى يرفع؟ إذا لم يسبق بناصب أو جزم، يعني إذا لم يسبق بناصب أو جزم فهو معرب، مرفوع يعني. طيب، أما إذا سبق بناصب فهو منصوب، الناصب أخذها أن ولن وكي وحتى ولم التعليل إلى آخر. طيب، مجزوم إذا سبق بأدوات الجزم، أدوات الجزم لم ولما ولا ولم الأمر إلى آخره. طيب، أو أدوات الشرط التي درسناها قبل قليل، وهنا طبعا يرفع بالضمة الظاهرة ويرفع بالضمة المقدرة. طيب، متى يرفع بالضمة الظاهرة؟ إذا كان صحيح الأخ، أو بالضمة المقدرة مثل يدعو، يقضي، يسعى، يرفع بالضمة المقدرة. يرفع بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة مثل يكتبون أو يشربون إلى آخره. طب، والفعل المضارع منصوب ينصب بالفتحة الظاهرة مثل لن يكذب أو لن يرتقي، أن يهدي إلى آخره، أو بالفتحة المقدرة إذا كان معتل الآخر بالألف، وينصب بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. طيب، هنا مثلا يجزم، يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، ويجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر لن يسعى، ويجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة مثل لم يكذب، لم يكذب، لم تكذبي إلى آخره. طيب، إذا هنا الفعل المضارع معنى ذلك أن الأصل في الفعل المضارع أنه معرب، معرب يعني مرفوع، يرفع وينصب ويجزم. يرفع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، ينصب إذا سبق بأداة نصب، يجزم إذا سبق بأداة جزم. هل يبنى؟ نعم، ولكن لا ننسى أن الأصل في الفعل المضارع هو الإعراب، أنه معرب،
ولكن يبنى ماذا يبنى في حالتين فقط، إذا اتصلت يبنى على السكون ويبنى على الفتح. يبنى على السكون إذا اتصل به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، ولكن هنا اتصالا مباشرا، يعني لا يفصل بين الفعل المضارع ونون التوكيد بضمير. طيب المهم، الأمهات تربينا أولادهن، أو انظروا أو تجتهدنا، انظروا إذن الفعل المضارع مبني على ماذا؟ مبني على السكون، لماذا اتصلت به نون النسوة؟ في وتربينا أيضا نفس الأمر، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. أو اتصلت به، متى يبنى على الفتح؟ إذا اتصلت به ماذا؟ نون التوكيد، لينصرنا مبني على الفتح. لتجتهدنا مبني على الفتح. إذن هنا الفعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصل به النسوة، يبنى على الفتح إذا اتصل به ماذا؟ نون التوكيد. طيب بعد ذلك الفعل الماضي، والفعل الماضي والفعل الماضي. قلنا أن الفعل الماضي طبعا، الفعل الماضي هو طبعا مبني دائما، يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء مثل كتب، أو اتصلت به ألف الاثنين كتب بألف، أو اتصل به تاء التأنيث كتبت فاطمة الدرس، أو اتصلت به ناء المفعولين. نقول مثلا سرقنا مثلا اللص، اذا سرق، انظروا القاف مفتوح. وكذلك ايضا او اتصل بهاء الغائب نصره الله، وايضا كاف ضربك كاف الخطاب، او ياء المتكلم نصر را نصرني. طيب يبنى على السكون اذا اتصلت به طبعا تاء الفاعل ضربت، او ناء الفاعلين سمعنا، او نون النسوه شاري، او نون النسوه طبعا شربنا. طيب أو يبنى على الضم إذا اتصل به واو ماذا؟ واو الجماعة، أقول مثلا شاربوا إلى آخر. طيب هنا الأمر، فعل الأمر يبنى على السكون، إذا هنا نأخذ فعل الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، أقول مثلا اكتب، ويبنى على السكون إذا اتصل به النسوة اكتبنا، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر مثل ادعو حذفت الواو، اسعى حذفت الألف، اهدي حذفت الياء، ويبنى على حذف النون إذا اتصل بألف الاثنين هو الجماعة ياء المخاطبة المؤنثة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به ماذا؟ نون التوكيد اكتبنا هكذا. طبعا هذه الصفحة فيها ملخص الدرس كاملا، يعني ملخص الدرس ماذا؟ كلمة كاملا لمن أراد أن يصور هذه الصفحة يعني. هنا ملخص الدرس كاملا.